العشائر لها اكثر من موقف. اول موقف الحكومة الفاسدة التي اوصلت البلد الى هذه الحالة. ثانيا نشجب ونستنكر بقوة سفك دماء الشباب الذي خرج من أجل الخبزة، من أجل الحرية، من أجل الوطن. نقول لهم لا تعتقدوا يوما ما تبقون في هذه المكان. يجب على الحكومة استقالة كافة الحكومة، وآخر حرامي بهذه الحكومة يجب أن يقتص ويحاسبه القانون. نطالب القضاء العراقي بإنزال أقصى العقوبات بهذه الأوباش التي جاءت من خارج الحدود. كذلك دم أولادنا وأخوتنا برقاب هؤلاء السفلة اللي اجونا من خارج الحدود. فنحن عهدا مع المرجعية ونقول اليوم وغدا سوف نقتص من هذه الأوباش، من هذه اللي اجتنا من خارج الحدود، لا نعرف لهم لا مذهب ولا دين ولا حتى قومية ولا عشائرية لهم، انهم غرباء دخلوا على بلدنا ودمروا شبابنا ودمروا اقتصادنا وهم عملاء يشتغلون للدول خارج الحدود. فاليوم عشائر حجام الفرات جاءت اولا انتصارا للدم الشهيد. فاحنا الفكره اللي هنا صارت اجتماع الاخوان والعقل امام المشايخ يوقفون حد فاصل بين بين شبابنا المنتفضين وبين المرقد. اخوان قرار قرار شهاد. انا اشكركم واشكر قناتكم وذلك بتلبية الشيخ جبار الحمو الشيخ حجام الفرات الأوسط وعشائر حجام. ونحن جينا من مساندة المتظاهرين سفاك دماء الأبرياء وشبابنا في ثورة العشرين في الناصرية في بغداد، ولازم أن يصير حد لهذه الأوضاع، لأن احنا جينا هنا بخدمة مظاهرينا وأخواننا. المطالب احنا معروفة، احنا نريدها قولتها أن شرع قلع، ما نريدها كلها حرامية. احنا جايين من الخارج، لا مذهب لا عشيرة عندهم، وجايون يمثلون بأولادنا بغداد بالناصرية بالديوانية بالعمارة. فكافي السكوت في النجف، فكافي السكوت. فاحنا بعد ما نقدر، احنا غير صبرنا نفذ. لا مطالب، الناس قامت بالشارع تطلع ما عنده يصيح الله أكبر. يعني هذه احنا خيراتنا كلها للخارج، كلها مسفرة. احنا غذائيه تجينا بالشهرين ثلاثه ياخذون كامل من عندنا، يعطونا يا تمن يا يعطونا مثلا يا زيت ويا عدس. عمي هاي ما صايره. اولا نعزي أهالي الشهداء جميعا ونقول لهم إحنا وياكم دوم، وهذول الحكومة مو حكومة ولا أريدها ولا نتقبلها، وحكومة جايتنا من غير مكان وسلبت أماننا وخيراتنا وثرواتنا. فانقلهم ما أريدكم، صاركم 16 سنة شنو سويتوا؟ كل شو ما سويتوا من ذاك اليوم لليوم اجيتونا على أساس تسوون لنا خيرات، تسوون لنا زغلات، تسوون هاي. أخير شيء قمتوا تشتلون بينا وشبابنا، نهبتوا ثرواتنا، نهبتوا خيراتنا، ما خلتوا لنا كل شيء بالعراق، ما خلتوا لنا حتى احترام بالدول الباقيه. ليش؟ من كنا قبل ما نقدر نعيد الماضي، من كنا قبل عندنا احترامات بالعراق واحترامات باي دوله، هسه كل احترامات منا بكل دوله. ليش؟ جاتم وجيتوا عون طلعتوا فرعون، فما نريدكم ولا نتقبلكم. واحنا ويا شعبنا ويا شبابنا ويا خيراتنا ويا كل العراقي، ونعزي أهل الشهداء جميعاً.
مع احمد. بنجيب الدورة هناك. احنا نقترح بان تكون من كل عشيرة 10 أفراد فقط، كبار العشيرة فقط. نريد الشباب يتحركون، الشباب هنا يلقون، وبعد ذلك يريد تمسخ دقيقة. هسه ان شاء الله هسه. لا لا مو انتخاب، مو انتخاب، مو انتخاب، ما عاد مو انتخاب. اخواننا رحم الله جيت دقيقة، لان احنا ما راح نتفق لو نقطة 13. ربي يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اقدم نفسي الشيخ وسام من اهالي بابل. فجيت لمحافظة النجف. طبعا جيت لمحافظة النجف لانه مظاهرات موجودة سلمية ومباشرة بالعمل. بس انا اقول بعض اللي يبثون اشاعات باقي المحافظات يقول ماكو سلميه وقضاء موجوده سلميه. واضافه احنا بمحافظه بابل قمنا مآتم على شهداء النجف الموجودين، الشهداء هسه الموجوده بالنجف. احنا اجينا هسه نساند محافظه بابل ونساند اخوتنا في النجف ونعزيهم على الشهداء اللي طاحوا اللي وقعوا عن طريق حشم اقول وجه السفله اللي قتلوهم بدم بارد. نرجع ونقول مظاهراتنا سلمية وإن شاء الله تتحقق المطالب. اثنين أقول نطالب، أنا بن بابل أضم صوتي إلى صوت أهل النجف، نطالب بتسليم دول القتلة اللي قتلوا شبابنا، اللي قتلوا شبابنا. فإحنا نضم صوتنا صوت بابل مع صوت أهل النجف، نطالب بتسليم القتلة ومحاسبتهم. ونرجو من شبابنا الموجودين هنا يطيعون الكبار، واحنا نحتاج الشاب، نحتاج الثار، نحتاج المثقف، نحتاج الشيخ، نحتاج المحامي، كلنا نحتاج شبابنا. وان شاء الله العراق بخير واهل النجف موجودين غانمين سالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكو واحد بالعالم ما درى موقف الشعب العراقي الشريد، اكو واحد ما درى بيه. هذول يخادعون انفسهم زين، ذولا قتله تسلطوا على هذا الشعب من دول مجاوره، وهنا الخيانه عندنا احنا. احنا خائنين، عندنا خائنين، عملاء سراق قتله جبناء، هاي عندنا احنا. الحل بعد كل واحد يعرفه. هسا احنا طلعنا مظاهره سلميه صار لنا شهرين وكسر، والان ما اكلت عذب نهائيا ولا اعتبروها زين. شكو بعد عند العالم غير القوه سواجه قوه؟ شنو عندنا احنا؟ شنو هو؟ يا الله ماكو غير هاي الحشا، هاي ابنائهم واخوتهم هنا تشتت بيها الجبناء اولاد الجبناء، هاي هي. شو عندنا احنا بعد؟ ما في شيء مضمون. 7 مليارات بشر على الكره الارضيه كلها درس بينا، رجال ونساء واطفال وكل العالم تدري، وكلها ضد الشعب العراقي زين. كل العالم ضد الشعب العراقي، بما فيها مجلس الامن والدول الكبرى تفرد باموالنا ودمرت. هذا اللي عندنا. شنو عندنا؟ ما عندنا شيء مضموم. موقفكم؟ السلام عليكم.
موقفكم اللي جاي يصير شيخنا وقفوهم انهم مسؤولون صدق الله العلي العظيم. اليوم ابناء النجف يقتلون بدم بارد غير سنيين يطالبون بحقوقهم ينقتلون ويقتلهم شخص ايراني من داخل مرقد السيد الحكيم اللي حرف السيد الحكيم وحرف مرقده مندسين واليوم احنا ننشتل. شنو ذنب ابنائنا؟ شنو ذنب ابناء العراق تتشتل ابناء النجف؟ كافة العشائر ترفع راياتها وبيارخها ولا تظل ملفوفة. لو نموت لو نحصل على حقوقنا ونرد دم اولادنا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله. صافتهم غايبتنا غايب. بسم الله الرحمن الرحيم. نقسم بالله العلي العظيم بأن نكون الدرع الحصين لأبنائنا المتظاهرين السلميين لحين تحقيق كافة المطالب المشروعة ونكون الساندين والداعين لهم بكل ما يحتاجونه ونبذل عنف والله على ما نقول شهيدا شهدنا فاضل عشائرنا كلكم أعمدة القوم وكلكم عرب وصلاة وكلكم أجاويد وكلكم فرائض. نطلب من الله أن يوحد كلمتنا ضد كل من يصير ضدنا. والسلام عليكم. أحسن. يريد أصوات النظام الشعب يريد أصوات النظام الشعب يريد أصوات النظام الشعب يريد التظاهرات السلمية احنا ساء ويا الحكومة لحد الآن النجف الأولى بالمناسبة بالمظاهرات السلمية المشاكل الأولى حاملين بها العلم العراقي بس من بعد هاي إلى ما لبت طلبات المتظاهرات عندنا وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. بيان شعبي تحت شعار العراق ينزف دما. منذ انطلاق التظاهرات الأخيرة في 11/2019 في محافظات الوسط والجنوب كانت التظاهرات سلمية والمطالبات كانت بسيطة مثل توفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين وغيرها من أبسط الحقوق
الواجب على الحكومة توفيرها، ولكن بعدما أغلقت الحكومة آذانها عن سماع تلك المطالب وقامت بقمع المتظاهرين السلميين في بعض المحافظات بالرصاص الحي وبكافة مستلزمات قوات الشغب، أخذت المطالب في التزايد، في تزايد كبير، حتى وأصبحت مطالب سياسية، حتى تجبر الحكومة على سماع صوت المتظاهرين السلميين العزل عن السلاح. فلم نرى تنفيذ أي مطلب من المطالب، وكلها كانت وعود كاذبة، حيث كان المتظاهرين في عموم المحافظات المنتفضة تحمل سلاحاً واحداً تركع أمامه كل القوى السياسية، وهو رمز العراق العظيم، علماً يحمل اسم الجلالة الله أكبر. هل يستحق حامليه الرمي بالرصاص الحي وضربهم بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه وغيرها من أدوات القمع؟ أخوتي الأفاضل، نحن نحرص على استمرار التظاهرات وبالطرق السلمية رغم سقوط العديد من الشهداء والجرحى في محافظات النجف وذي قار وكربلاء وبغداد والبصرة وغيرها من المدن المنتفضة. هذه الدماء الشريفة التي كرمها الله سبحانه وتعالى، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، علما إن الشعب قبل هذه التظاهرات لم يكن ينصب العداء للحكومة رغم تراكم الإخفاقات المتكررة ومطالبات الشعب منذ 16 عاماً، وأصبحت همومًا كبيرة عجزت الحكومة عن تنفيذها. وقال الشعب كلمته: احذروا الحليم إذا غضب. فخرج الشعب بكافة أطيافه مطالبًا بحقوقه المسلوبة التي تمتع بها أبناء المسؤولين ومتعلقيهم ومحسوبياتهم. هل هذا جزاء ما فعله الشعب بالدفاع عن الأرض والعرض والوطن ضد داعش؟ ماذا قدمتم لهذا الشعب منذ توليكم السلطة ولحد الآن غير الدمار والخراب وهدر الأموال لهذا البلد الجريح وإراقة الدماء الشريفة؟ ووفاء منا لأبنائنا الذين سقطوا شهداء على أرض الوطن ولعوائلهم الكريمة التي فجعت بهم وهم في عمر الزهور، خرجوا مطالبين بأبسط حقوقهم، يحملون الأعلام العراقية بتظاهراتهم السلمية. قررنا ما يلي: أولاً، إيقاف الفتنة ونزيف الدم فوراً الذي حاك بمدينتنا. ثانياً، تسليم قتلة فلذات أكبادنا إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاؤهم العادل بما اقترفوه من مجازر. ثالثاً، تعويض عوائل
الشهداء بالتعويض اللائق بأرواح أبنائهم الزكية وبما يليق بالهدف الذي خرجوا واستشهدوا من أجله. رابعاً، معالجة الجرحى والمصابين لحين اكتسابهم الشفاء التام وتعويضهم. خامساً، الإفراج عن جميع المعتقلين بسبب التظاهرات فوراً. سادساً، تعويض المتضررين من جراء الحرق والسرق والنهب الذي حدثت بسبب المندسين في التظاهرات. سابعاً، إقرار قانون انتخاب عادل ومنصف وشفاف وواضح يضمن تساوي الفرص أمام جميع المرشحين. ثامناً، إقرار قانون المفوضية المستقلة للانتخابات من خلال اختيار قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية وتنتهي أعمالهم خلال 6 أشهر. تاسعاً، إقرار قانون من أين لك هذا ويشمل جميع موظفي الدولة ويشمل الدرجات الخاصة والرئاسات الثلاثة والوزراء والنواب وبمشاركة شعبية. عاشراً وأخيراً، حل البرلمان بنفسه وتحديد موعداً للانتخابات المبكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق، النجف، الأشرف، 2/2/12/2019. والسلام عليكم. اليوم استعيش خلي قلنا للدقات نقولهم اطلعوا من النجف، مدينتنا ما تقبل الغرباء، والا يكون لنا معكم خيار اخر. الشيخ محمد اللهيبي احد الشيوخ اللهيبي النجف. تساعد في المظاهرات لتحقيق مكاسب الشعب وهي الحقوق المشروعة لأبناء الشعب العراقي من حيث الخدمات، وكذلك الأحزاب الفاسدة إبعادها عن السلطة وتحقيق كل ما يطمح إليه الشعب العراقي. احنا متضامنين مع كل الأحرار في ساحات الكرامة أينما كانوا، وعشيرة الاعتيش في كل الساحات موجودة متضامنة مع الثوار الأحرار في ساحاتهم وفي اعتصاماتهم، ونبقى معهم إلى أن تتحقق جميع مطالب الشعب بكاملها من غير تجزئة. كما أننا لا نقبل أبداً بحرق المؤسسات ولا بحرق البيوت، وندين بأكثر ما يكون من شدة قتل المتظاهرين، وسنحاسب وبكل قوة كل من اعتدى على متظاهر، وستتحمل الحكومة من قتل منهم سواء بالرصاص الحي أو بالقناصة أو بالغاز المسيل للدموع، سيحاسب كل من اعتدى على المتظاهرين، ونحمل بكل عشائرنا، نحمل الحكومة مسؤولية هذا التعدي وهذا الاعتداء، ولأننا نجد أن الحكومة عاجزة عن إبلاغ أي شيء عن هؤلاء القتلة. كما ندين بشدة أخذ المتظاهرين أو الناشطين منهم والذين لم يرجعوا إلى بيوتهم إلى هذا الوقت. عشيرة الاعتيج في كل العراق. رضا عن الغيرة من حيدر الكرار، لا نشيل الذلة ولا نحمل العار. لا نشيل الذلة ولا نحمل العار، حكي المكشوف هذا ما نضم أسرار. احنا عشيرة آل عتيج يسرنا ويسعدنا ان نتضامن مع المتظاهرين في كل ساحات الاعتصام. المتظاهرين قاموا بعمل بطولي لم يقم به اي واحد، قاموا بمظاهرات سلمية
ولا زالت سلمية، وأخص بالذكر النجف كانت سلمية بامتياز. لهم مطالب وهذه ليست مطالب وإنما حقوق، حقوق يجب عن الدولة أن تقدمها لهم، حقوق في الدستور، حقوق في الوضع الاجتماعي. المتظاهرين هم شباب وليست ناس كبار، هم شباب لم يعوا حتى النظام السابق وإنما خرجوا نتيجة الظلم الذي وقع على راقين. احنا الآن من هذا المكان نطالب بتحقيق المطالب لهؤلاء المتظاهرين الذين خرجوا، ونستنكر بشدة كل طلقة رميت على هذا المتظاهرين سواء كانت بالحي أو بالمطاطي أو بالغازات المسيلة للدموع، ونطلب أن يقوم بتحقيق عادل وشفاف لكي نعرف من قام وتسبب بقتل هؤلاء المتظاهرين. لا يمكن أن يكون في هذه المظاهرة 300 قتيل وأكثر من 6000 جريح لم يكون مسبب لهم. من النجف، من مدينة الإمام علي، من هذا الصرح العظيم نؤيد ونشد على أيدي المتظاهرين ولن ينسحبوا من الساحات حتى تحقيق المطالب، وهم هذه حقوق أكرر وليست مطالب. يدورون بيناتهم كل المسؤوليات، ما مخلين للشعب اي شيء، يعني كل شيء ماكو. هم يستفادون، يطلع رئيس الوزراء شو يقول؟ يقول يابا احنا اذا تظلون مستمرين بالتظاهرات راح الديون تنضاف علينا. ادري احنا الشعب، هذا الشعب المسكين الفقير هو اللي استفاد من هاي الديون اللي تو. شو بيناتكم تتقاسمون الكعكه؟ كل واحد له حصه والشعب ما له حصه. شنو اللي استفاده الوادم؟ استفادته الشعب اللي استفاده من عندكم شنو؟ بس قولوا لنا خلفتيم، بنيت لكم مدرسه، بنيت لكم مستشفى، شو بنيتوا؟ طورتوا الناس، هاي العالم المتقدم. انتوا شنو الخابصينه بالوطن وبالبلد؟ شكو شنو مطالبنا؟ مطالبنا شنو؟ مطالب بسيطة كل إنسان يطمح بيها، تحسين المستوى المعيشي للناس. ها مو تجي تاكلون بالمليارات والوادم كل شيء مالها. نقول الشعب لازم يتحقق مطالبه. احنا كل شيء ما نريد، نريد فشي، نريد سلام، نريد تدعم الوادم بخيرات العراق. هذا العراق، العراق يطلع مديون؟ معقولة يطلع مديون العراق؟ ما أتصور. يعني شنو؟ كل واحد بنى له عمارات بقطر وبالبحرين ومدري وين، بتركيا وبالامارات، والشعب كل شيء ماله؟ معقوله يعني؟ هذول الناس من اجوا آل عتيج او غيرهم آل عتيج عنزيين، ما رادوا جاه ولا سلطه، شافوا ابنائهم جاي يتقتلون فنزلوا النصرة المظلوم، واحنا نعتب على العشائر الاخرى. هاي وحده. اثنين، عبد المهدي يقول العراق مطلوب فوائد. الفوائد شنو؟ وضح المن شتوه انطيتوه للشعب لو المشاريعكم مال البوك. وهو نفسه قال انا عندي مشاريع خارجيه، مولات يمكن يجي قال ببغداد. يعني ما يهمك الدماء العراقية، أنت لحد الآن فاسد، أنت والخلية مال الفساد مالتك. الرد عليهم بنفس أسلوبهم، شو يقولون هم؟ يقولون إحنا مصرين باقين، هم باقين لأن ما حد منهم استقال رغم الدماء عندنا. إحنا نصر مليون مرة باقين، مو مرة والله، إلى أن نموت كل إحنا، لأن العيشة وياهم ذل.
الكرامة بعد بينهم مسألة كرامة أخي، بعد ماكو حقوق مدري شنو، والله ماكو. الكرامة مقابلة الحياة، والعيشة وياهم ذولا جحيم، فإحنا مستعدين ومتوطنين للموت كله، فيحقنون الدم ويطلعون حياهم الله، يريد يظلون. إحنا راح نراويهم الشعب، الظاهر ذولا ما يعرفون الشعب العراقي، لا يعرفون 91 ولا يعرفون الشعب العراقي، فإحنا راح نخليهم مكانهم صحيح، راح نصدمهم ونعلمهم شنو هو الشعب العراقي. ترى ما حد يحميك، ثق بالله، هاي القوة اللي خليتها بالخضراء ما يحميك. الشعب صار بركان وانفجر عليكم، لأن عندكم شريحة من المجتمع اهملتوهم، ذوقتوهم الذل والهوان، ما عندكم غير رفحة والسياسيين. أخي دكتور كشفيته 25,000 دينار تجي تقول لها قطعة أرض، هو دكتور وعايفين شريحة، لا رفحة والسياسيين تخمتوهم تخم اطو. بس انصف على ضوء الغذائية، كان رضيت الشعب، كل عائلة عراقية مثل كذا من حصة النفط، ما سويتوها، لأن هاي الصب بمصلحة الشعب، بشكوا سالفة قذرة بمصلحتكم تطمطمون عليها. المهم الشعب مصر بصاحات الاعتصامات، وإن شاء الله العشائر اللي تيجي ويانا نخليها على روسنا، مصرين حد الموت خلص. طبعا الأمم المتحدة جهة إرهابية، شلون الأمم المتحدة جهة إرهابية، جاي يشوف العراقي ينقتل أبشع قتل. هو العراق ايش عنده؟ هذا العلم، لا انزلنا بسلاح، لا أبد، قتلت شعبكم بأبشع وسائل القتل. هو إنسان بسيط فقير، أنتوا بكتوا صوته، بكتوا دمه، بكتوا أرضه، بكتوا هدومه، بكتوا قاعه، بكتوا بيته، بكتوا معينه، آخر ما تبقى طلع بصوته، بكتوا دمه، حياته بكتوها، قتلتهم أنتوا هالحقد على شعبكم، وهو شعب فقير ليش؟ غنف طبعا قطه مره يضرب ايران 6 أشهر، طبعا مو بس ايران مقدره بالعراق، ترى العلم الباكستاني عم الحامي ما النجف، اكو واحد ما يعرفه، هاي للباكستانيين، هاي الوراق، هاي فين واحد عراقي قاعد بها، شوف هاي ما ادري كم مليار، هاي اقبالك، هاي ثوره ال20 السمنت بالشكر، عرفت الحاميه المنتجه، احنا قاعد نشوف بعيوننا البوق، يعني ما يختلف عليه اثنين. اسال كل نجفي قل له عم على ذني شنو حامية مركز تدريب، هاي للباكستاني، أنا ابن البلد أبا عن جد أطلع أتلوى بأمري وحاير بأمري وأشوف الإيراني مقدر والباكستاني وإلى آخر. بعد شويتوا لكم شغلة والله صدام ما سواها، شلون أطلعنا بال91 ضد صدام، أنا طلعت أحد الطالعين بال91 والله العظيم، ترى صدام ما ضربنا قبل، كانت المديرية مال الشرطة يم المصرف، من يذكرها هاي المديريه يم المصرف، وين هذا الفرع الساق لقبال عماره الحياه مال الطابعات، هذا شان قراج شويه عنها، احسن شويه عنها المديريه. طلعنا في الصدام ونغلط ونهوس ونسب صدام، ما ضربنا قبل، ضربوا اول لفوق بس من اشتبكنا ضربونا، يعني خصل عد البعثي اشرف منكم بها قبل، من يوم 11/2019 خليتوا قناص، فجرتوا روس الناس، قتلتوهم كلهم. فيا عمي احنا وهاي الجمره وهاي الناس المجرمة القتلة، الأمم المتحدة ما تمثلنا، الأمم المتحدة يرشوها والله العظيم، يرشوها يطوها دفاتر ويسكتون الناس قدام الأمم المتحدة تحت منظرهم، قاعد يطيح الإنسان العراقي بأبشع القتل، ما مسوي شيء، مو مجرم، طلع بصوته، لا يرتدي سلاح، لا عنده سلاح، عنده علم يضربوا براسه قتلوه، لا زين ربك مواليد 2007 بعثي هذا ملحق. فيا عمي احنا عمي هم رجعوا صاحوا بعثوا يرجعون كل هاي الحماية الفاسد، شاع يقطعون النت، شاع يريدوا هاي، بس هاي يريد يخلون الفاسد مهيمن. انت عبد المهدي منتخبك، لو الياسر منتخبك، صلتوا من الحساب تسليط، صلتوا والدليل ما دارين بال الدم العراق ينزف دم والناس بالاعتصامات، وعادل عبد المهدي يقول والله بلكت الاعتصامات روح عند مشاريع تحكي بالبوق، نعل تطلع عليك والسلام. ما نريدكم ما نريدكم والله شلحت قلوب دجنا، ما ظل صبر يحل الغدر، دجال نعرفكم دجال نعرفكم، وما نريدكم ما
جيبوه جيبوه. Thank you.
لبيك يا